خلود من ريف الشام من سوريا. صار لي جيت على النمسا ب 2015. كنت مدرسة إنجليزي بسوريا، بس هون للأسف ما لقيت لحد الآن فرصة كأشتغل كأنسة إنجليزي، بس ظلت رغبتي بالتدريس، فلهيك كل نشاطاتنا عم نوجهها كرمال تدريس الأطفال. بلشت أخبار سيئة تحكي عن اللاجئين وقت اللي بلشت الانتخابات السياسية، فالإعلام توجه لأنه يحكي عن الشغلات السلبية للاجئين. بهي الفترة حاولنا أنه نعطي انطباع جيد عنا حتى نخبر النمساويين أنه نحن هون ما أجينا كرمال مصاريكم أو كرمال السوسيال اللي عم يحكيه بالإعلام، وإنما بس أجينا كرمال الحرب. نحن هون فترتنا مؤقتة، رح نتعلم لغة، رح نشتغل، رح نندمج معكم، بس مجرد مؤقتا لتنتهي الأحوال بسوريا. أكيد كلاتنا راجعين عليها لأنه ما حدا بيستغني عن بلده. اجت فكرة علينا انه نحن نوزع بطاقات شكر للنمساويين ونكتب فيها هالكلمات هدلون وهالمعاني هي نوصلها. بلشنا الاعلان على الفيسبوك، والوقت اللي حطينا الاعلان تفاجأنا انه معظم الشباب والصبايا حبوا الفكرة وحبوا يشاركونا فيها، لدرجة انه من المقاطعات الثانية كمان قالوا ايه نحن مستعدين نساعدكم، بعتولنا لحصتنا ونحن منوزعها هون. وحتى في كتير كمان أشخاص قالوا نحن مستعدين نعمل ورد بشكل بسيط أو طيور حمام السلام كمان بشكل بسيط كرمال نوزعها مع هاي البطاقات. وقت اللي لقينا أنه فعلا في كتير عالم مهتمة بهالنشاط ومهتمة تورجي صورة حلوة، حبينا نجمع هالطاقات هاي كلها اللي موجودة ونوجهها باتجاه صحيح. أول مرة اجتمعنا نحن كرمال هذا الحدث، كرمال تنظيمه، كنا مجتمعين كلياتنا موجودين. هنا صاروا يعطوا أفكار كمان، أفكار جديدة إنه طيب نحن موجودين هون بس عم نلاقي عائق، كيف بدنا نحكي مع النمساويين؟ فنحن باعتبار أني أنا أنسة إنجليزي واللغة الإنجليزية منيحة، عم بقدر أتواصل مع النمساويين، بس بالنسبة لهم هن كيف بدهم يتواصلوا معهم؟ فلهيك فكرنا بكورسات لغة، إنه نعطيهم دورات لغة ليتعلموا اللغة ويندمجوا بالمجتمع. بس مشكلة دورات اللغة إنه بتكلف كتير، وفي منهم لاجئين لسه لحد الآن ما أخذوا إقامة وعم تطول إقامتهم سنة وسنتين، وعندهم وقت فراغ كتير كبير ما عم يعرفوا شو يساووا. فلهيك خطر عبالنا إنه نعمل دورات لغة بس مجانية. دورنا على وين في قاعات ممكن تعطينا هالقاعة الصالة كرمال نستخدمها، وحطينا إعلان كمان إنه بيلزمنا أساتذة ليعلموا اللغة، وفعلا كمان إجوا لعنا لاجئين هن متعلمين اللغة جديد بس عندهم القدرة إنهم يدرسوها، فصاروا هن نفسهم اللاجئين يدرسوا اللاجئين، وكان نحن هدفنا يعني مهمتنا كانت فقط التنظيم أو نجمعهم مع بعضهم البعض. بال 2016 كنا مشغولين نحن فقط بكورسات اللغة، بس بال 2017 لما بلشوا يتعلموا اللغة هن صاروا يطلبوا منا إنه يقولوا لنا طيب نحن تعلمنا اللغة، تعلمنا القواعد، تعلمنا، بس ما عندنا القدرة إنه نحكي. وما في عنا بيئة أو نمساويين نعرفهم نحن حتى نقدر نتواصل معهم أو نحكي معهم. فلهيك خطرت عبالنا كمان إنه فكرة إنه نعمل مقهى لغة بحيث إنه نجمع هالنمساويين مع الوافدين الجداد ويحكوا مع بعضهم البعض ويكسروا حاجز هالخوف هذا من اللغة. كمان شغلة تانية إنه نحن مجتمع جديد هون موجود عنا، في عندهم عادات، في عندهم تقاليد، في عندهم أمور بيمشوا عليها، في عندهم شغلات مسموحة غير مسموحة بتختلف عن مجتمعنا وعن بيئتنا. فلهيك كانت مقهى اللغة كانت فكرتها كمان إنه نتعرف على المجتمع تبع هون، يعني هالشي مفيد لإلنا ومفيد لإلهم حتى هن كمان يتعرفوا علينا شو هي البيئة اللي نحن أجينا منها، لأنه هن أساساً عندهم فكرة مسبقة عنا إنه نحن جايين من بلاد صحراء، خيمة، جمل، ما في أكتر من هيك. يعني هذا اللي أخذينه إنه سواء الإمارات أو أي دولة عربية تانية هيك هنا الفكرة عنهم، هيك بيصوروها، فبيسألونا أنتوا في عندكم هيك، في عندكم هيك، فنحن حبيناهم نورجيهم إنه نحن إيه عنا كل هالشغلات هاي، بس بحاجة لنور لمكان أو لحدث يجمعنا فيهم لحتى نقدر نعبر عن هالشي. وعملنا مقهى اللغة، صار بال 2017 كان مرة واحدة بالأسبوع، بس بعد النجاح اللي لقيناه والإقبال اللي كان عليه صرنا بال 2018 نساوي مرتين بالأسبوع. منظمتنا اسمها جسور السلام، ونحن عم نحاول من خلال اسم المنظمة أنه نعمل جسور سواء بين السوريين بين بعضهم البعض أو بين اللاجئين كلهم بشكل عام أو بين اللاجئين والوافدين الجداد وأهل البلد. عم نعمل جسور تواصل، يعني عم نحاول أنه إذا في مشاكل يكون في حوار كرمال نتلافى هاي المشاكل، إذا في أفكار جديدة نسمع هاي الأفكار لحتى نطور حالنا لحتى نثبت وجودنا هون بهاي البلد. طبعا بالإضافة لنشاطاتنا اللي باللغة وبمقهى اللغة كمان في عنا نحن نشاطات بنعملها بأيام رمضان مثلا، يعني هون كل واحد
موجود إما مع عائلته الصغيرة أو حتى بدون عائلة. فصرنا نستفقد لجمعات رمضان لهي الأجواء الحلوة اللي كنا نعيشها برمضان، وحتى أجواء العيد كمان صرنا نستفقد لها. فلهيك كمان صرنا نعمل نشاطات برمضان إنه يكون إفطار رمضاني، تجتمع العالم مع بعض البعض، يكون هو مفتوح، كل واحد بيقدر يجيب أكلته معه بس كرمال تكون هالجمعة موجودة. ما بدأ اشتراك، ما بدأ أي شيء أبداً، بس مجرد أنه نجتمع مع بعضنا البعض والأطفال يعرفوا شو يعني جمعات رمضان، شو يعني أجواء رمضان. وحتى في عيال صارت تتعرف على بعض البعض، يعني كانوا هنا عايشين لحالهم هون بالبلد، ما بيعرفوا حدا، ما جيرانهم كلاتهم غرب عليهم، فلما عم يجوا على هيك اجتماعات عم بيكونوا صداقات، عم بيكونوا علاقات. هلا هن النمساويين لما عم يسمعوا رمضان دغري عم يتخيلوا انه انتم عم تعدوا كل النهار بدون اكل او شرب، بس هيك بالنسبه لهم رمضان. طب انتم ليش عم بتصوموا؟ يعني هذا بالنسبه لنا عذاب. انا بيقولوا انه انا مستحيل اقعد كل النهار بدون اكل او شرب، كيف عم تستحملوا هذا العذاب؟ فنحن حبينا نورجيهم انه لا، رمضان هو روحانيات، هو جمعه العيله، هو احساسنا نحن لما بنحس مع بعضنا بعض انه كل النهار ماني اكل، وبعدين لما شفت الاكل فعم نحس بغيرنا، العالم اللي ما عندهم هذا الاكل. فكرمال هيك صرنا كل مرة لما نكون مجتمعين نقول للعالم انه فيكم تجيبوا معكم رفقاتكم المساويين، كرمال كمان يشوفوا هي الاجواء، وفعلا هن عم بيكون ببالهم شيء عن رمضان، عم تتغير هالفكرة هي، عم بيحسوا معنا بروحانيات رمضان او الاجواء الحلوة او الهدف من الصيام. فعالياتنا الثقافية هي عم بتكون كمان تركيز على مين هي بلدنا او شو هي البلد اللي نحن اجينا منها. في كثير عنا حضارة، في كثير عنا شغلات بنعتز فيها، فلهيك هن هالإصابة انهم يروحوا على سوريا ويشوفوا حضارة سوريا ويشوفوا الثقافة اللي موجودة عنا. عم نحاول انه نحن نعمل هالندوات هي او هالمناسبات كرمال نعرفهم عليها لهيك ثقافات. يعني مثلا عملنا ليلة دمشقية كرمال نورجيهم فن العجمي اللي موجود بسوريا، كرمال نعرفهم عن حضارة دمشق قديشها قديمة، شو هي انه اقدم ابجديه كانت موجوده بسوريا، انه اول نوطه موسيقيه كانت بسوريا. هن فعلا تفاجئوا بهالمعلومات، يعني مثلا بيحبوا الموسيقى وبيعزفوا موسيقى، ما بعمرهم خطر على بالهم انه فعلا اول قطعه موسيقيه كانت موجوده بسوريا. بالإضافة لنشاطاتنا بعد ما تعلموا الأهالي اللغة وكانت موجهة للشباب وللصبايا، كمان فكرنا بالأطفال. الأطفال هلأ هون عم بيلاقوا صعوبة، إما عم يندمجوا بشكل سريع بالمجتمع لدرجة أنه ينسوا لغتهم العربية، ينسوا عاداتهم، ينسوا مجتمعهم، أو أنه عم بيكون عكسي، يعني ما عم يتقبلوا المجتمع الجديد اللي هن فيه، ما عم بيروحوا على المدرسة، ما عم بيكونوا صداقات لأنه ما عم بيلاقوا حدا عم يحكي نفس لغتهم. فلهيك حبينا نعمل نحن هالجمعات تجمع الأطفال إما بالعيد أو بالعطل، كرمال الأطفال يتعرفوا على بعضهم البعض ويستفيدوا من خبرات بعضهم البعض. بنفس الوقت عم نساعدهم بمشاكلهم بالمدرسة، مثلاً طالب عنده ضعف بهالمادة هاي لأنه ما عم يفهم على الأستاذ اللغة الألمانية كيف عم يشرح له درس الرياضيات، فعم نحاول نقرب له إياه نحن ونشرح له إياه، والحمد لله عم بيكون في كتير علامات عم تتحسن، عم بيكون الطالب راسب بالمادة، عم بيجيب علامة عالية، تقريباً أحياناً عم تكون علامة تامة.